الدوري الاسباني بنفس حلاوته زمان ولا حاسه بتغير شويه؟ او يعني الجماليات اللي فيه قل شويه عن مواسم سابقه؟ يعني احنا دلوقتي وصلنا ايه للدور مثلا 28 تقريبا؟ صحيح كده. وفي ماتشات كمان النهارده في الدوري الاسباني. صحيح. هو الدوري الاسباني طبعا لما كنا بنشوف على طول ان ريال مدريد وجود لعيبه زي رونالدو على راس لعيبه قائمه ريال مدريد، وجود ليونيل ميسي على راس قائمه برشلونه، لكن الوضع تغير الان في ما بين ريال مدريد وبرشلونه لاسباب كثيره. لكن احنا بنشوف ريال مدريد يبقى ان هو بيحاول ان هو يستقطب ابرز نجوم العالم، وكان اخرهم طبعا جود بيلينغهام، والصيف اللي جاي الصراع على كيليان امبابي. برشلونه بيحاول ان هو يعيد نفسه، لكن الوضع مش مستقر لحد الان. وفي نفس الوقت برضو بنشوف الدوري الانجليزي مع القوه الماليه الشرائيه لانديه الدوري الانجليزي، يعني احنا لو اتكلمنا على الدوري الانجليزي يعني مش القوه الشرائيه مش متوقفه بس عند الكبار، سواء كان مانشستر سيتي او ليفربول او تشيلسي او مانشستر يونايتد او ارسنال، لكن وجود انديه ثانيه عندهم قوه ماليه. احنا بنتكلم عن وجود زي استون فيلا، وجود نادي زي برايتون حتى، او وجود انديه ثانيه عندهم قوه ماليه والقوه الشرائيه ان هم يقدروا يدخلوا ويجيبوا افضل لعيبه او افضل مواهب. وبالتالي دلوقتي المعادله ما بقتش متساويه او متكافئه، ولا تقدر تقول برضو ان القدره الشرائيه او القوه الشرائيه هي العامل الاهم. يعني عندنا نماذج كتير في دوريات مختلفه، ولا سيما في الدوري الفرنسي مثلا. يعني الدوري الفرنسي ممكن تبقى مدجج بكل اللعيبه اللي اسمائها اتقل من بعض، لكن في اخر محصله النهائيه تجربه فاشله جدا. يعني الدوري الفرنسي لو احنا بنتكلم هو يعتبر ما فيش فيه منافسه، يعني ما فيش غير النادي باريس سان جيرمان وهو في منافس نفسه في الدوري الفرنسي. لكن لما نشوف باريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا بنلاقي ان هو اصلا ما تعودش ان هو يدخل في منافسه ضد الكبار، وده بنشوفه في دوري ابطال اوروبا ان هو حاول ان هو يعني يتوج بالبطوله، لكن كانت النتيجه لا شيء. وجود ريال مدريد مثلا ان هو فريق متعود على الالقاب، فريق متعود ان هو في اسوء ظروفه حتى بياخد الالقاب، وهم ده طبع عند ريال مدريد ودي شخصيه نادي ريال مدريد. برشلونه زي ما ذكرنا ممكن يبقى متاخر في الدوري لكن يشارك في دوري الابطال يولع الدنيا كالمعتاد. صحيح. يعني ريال مدريد من موسمين يعني في نهائي ليفربول كان الكل كان في نهائي ليفربول في وقتها كان في باريس، كان الكل متوقع ان ليفربول هياخد دوري ابطال اوروبا النسخه دي، لكن باريس سان جيرمان بشخصيه ريال مدريد بشخصيته قدروا هم ياخدوا اللقب بهدف فينيسيوس. فبالتالي ان ريال مدريد بشخصيه ريال مدريد وتاريخ ريال مدريد تفرق بكتير جدا عن اي نادي تاني من لو احنا ذكرنا ودخلنا في مقارنه مع الدوريات الاخرى، سواء كان مثلا الدوري الفرنسي مع طبعا وجود الدوري الالماني الموسم ده الوضع الخريطه اتغيرت شويه بدخول باير ليفركوزن مع نفس ليفركوزن يعني متالق جدا عن صحيح. البايرن على فكره ده حلو، لان فكره ان البايرن يبقى مهيمن دايما يعني ده بيفقد اصلا الدوري الالماني المصعب. صحيح. يعني خلاص يعني ما انا كل سنه عارفه مين اللي هيفوز. يعني دورتموند حاول الموسم اللي فات لكن المحاوله استمرت للجوله الاخيره وفشلوا. السنه دي باير ليفركوزن فارق بسبع نقط، معاهم مباراه لسه النهارده مع فولفسبورج، لو كسبوه يبقى فارق 10 نقط. وباير ليفركوزن الفريق الوحيد اللي هو ما خسرش ولا اي مباراه سواء دوري الماني او حتى في مشاركته الاوروبيه في الدوري الاوروبي مع مدرب شاب زي تشابي الونسو، والكلام كتير عليه الموسم اللي فات. برضه بعيد شويه، يعني برغم ان هم عاملين شغل في الفتره الاخيره، وطبعا انت عارف كتير من المصريين ابتدوا يركزوا اكتر مع فرانكفورت عشان عمر مرموش بطبيعه الحال. صحيح. فرانكفورت بطبيعه فرانكفورت يعني هو مش في الفريق من الفرق اللي هي المرشحه، لكن يبقى ان هم عاوزين يكونوا في الفرق اللي هي مشاركه من الناحيه الاوروبيه، سواء كان دوري ابطال اوروبا او الدوري الاوروبي او دوري المؤتمر. لكن من ناحيه عمر مرموش بالتحديد فهو بيقدم موسم رائع جدا جدا من اللعيبه المحترفه في مصر لو احنا دخلناه في مقارنه سواء مع محمد صلاح او مع مصطفى محمد وتريزيجيه.